السلام عليكم الخوص، كما كصلاحظوا معنا عندنا التصويلن هذا اليوم عندنا فيه العمل. التصويلن فيه واحد البودره في الوسط، الطول ديالو فيه 7 ديال المترو تقريبا وشي حاجه على 3.5 متر، 3.50 متر على 7 متر كما كتشوفوا في الصاله ديالو. وشوفوا معنا كيفاش غادي يتحول، يعني كيفاش عامل دابا وكيفاش غادي نحولوه الى ديكور. الديكور هذا يكون فيه الرومي والبلدي، يعني ما يكونش بلدي كامل وما يكونش الرومي، يعني يكون مخلط الرومي في البلدي. تبعوا معنا هذا الفيديو وتشوفوا التفاصيل ديال العمل. نترصينا الميزان ونبشروا العمل. بعد المضرب من الطابله ديال الجوف، طابله الجوف فيها 30 سنتيم زائد 8 هي 38 سنتيم، رانا رفعناها وعلينا الكرميز، الكرميز الجديد. هذه هي الكرميز البلدية اللي غادي نستعملو. غادي نركبوها مع هاد الحاشيه، غتجي جنب الجوان كرو، باش هنا الكرنيزه البلديه غادي طلع، الجوان وسط البلافو الثاني غادي نجيبوهم مع هاد البودره، منا خفيو البودره.
Thank you.